الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم اثنين الساعة 7 بالدقيقة، وكل يوم اثنين الساعة 7 بيكون معايا موضوع أو مشكلة نفسية أو مشكلة جوه البيت بتهمنا. النهاردة بقى معايا مشكلة كبيرة جدا، معايا خناقة دايما بنلاقيها في العلاقات الإنسانية، خناقة دايما بنلاقيها بين كل ست وراجل في البيت، شد وجذب طالع نازل. وعلى فكرة هو ده مش وحش، هو ده طبيعي، لأن أنا ليا طبع وجوزي ليه طبع، أنا جاية من بيئة وهو جاي من بيئة تانية خالص، أنا متدلعة وهو جاي من بيت فيه شدة وصعيدة وما ينفعش وعيب والصوت الضحكة العالي لأ وما تتكلميش كده. كل واحد متربي بطباع غير الطباع التاني، يعني أنا جاية من اليمين وهو جاي من الشمال، فإحنا بنتقابل في نقطة، هنتفضل بقى نشد كده ونرخي ونشد ونرخي وتحصل خلافات كتير قوي لغاية ما في الآخر إن إحنا نتفق. الخناقة إيه النهاردة يا إيمان؟ ما إحنا كل أسبوع معانا خناقة. خناقتنا النهاردة هي الأسئلة اللي الرجالة ما بيتقهاش، أسئلتنا إحنا يا ستات اللي لما بسألها لجوزي في التليفون بيبقى مش طايق نفسه، زعابيب أمشير كلها بتقوم، وإيه أنت عايزة إيه؟ زي إيه مثلاً؟ طبعاً السؤال الشهير المريع الفظيع، هو أنت فين؟ على طول. بصوا، في تليفون كده ممكن عادي أنا أتصل بجوزي طول النهار عادي، في بقى تليفون كده معين لما الراجل أول ما بيرن التليفون في الوقت ده اللي هو ألو أمال أنت فين يا حبيبي؟ يا غريب صوتك غريب، يعني مفيش جنبك حد، هو أنت خلصت شغل ولا أنت فين؟ هو بقى صح هو غلط، هو في الشغل وبيكذب هو بيحور، المهم السؤال ده بيجنن أي راجل اللي هو أنت فين؟ أما بقى يلي السؤال اللي بعده الأشد خطورة، أنت مع مين؟ يعني حتى مثلا ممكن يبقى الراجل يعني زميلته مروحة معاه قال لك هنزلها على أول الشارع، يعني جت تطلب تاكسي ما لقيتش، فاللي هو أول مع مين دي، فاللي هو بيبقى مكسوف مش عارف يقول لها زميلتي معايا، طب مين، حتى لو زميله الراجل اللي هو يبقى شكلي إيه قدامه وأنا بقول له أنا مع مين، مراتي بتقررني، فاللي هو يعني أسئلة كده بتخلي الرجالة تتنرفز، حتى لو هو مش غلط، حتى لو ما بيعملش حاجة غلط، هو سؤال أصلاً بالنسبة له ما يتسألش. والأكتر بس ده أنا شايفة أن ده سؤال دلع، بس لا في رجالة بتتضايق منه، اللي هو كل يوم في نفس الميعاد في الشغل، هو أنت يا حبيبي عايز تاكل إيه النهاردة؟ أعمل لك إيه أكل؟ هو أصلاً لا عارف بياكل إيه ولا هياكل إيه ولا أي حاجة، يبتدي يتزنق في السؤال، برضو ما بيحبوش. الراجل عايز يرجع البيت يلاقي كده مفاجآت، بط، فراخ، أي حاجة من الحاجات اللي بيحبها. دي أسئلة بتضايق الرجالة، وهيبقى معانا أسئلة تانية أكتر برضو من اللي بتضايق الرجالة. لكن برضو في أسئلة بتعصب الستات، يعني مش إحنا بس اللي بنعصبكم، لا أنتوا كمان بتعصبونا. زي مثلا إيه؟ لو قصرت في حاجة ولا مثلا ما عملتش كل الأكل اللي هو بيحبه أو هتلاقي أول سؤال إيه؟ أمال أنت كنت بتعملي إيه طول النهار؟ تعملي إيه طول النهار؟ سؤال زي ده بقى يجيب لي جلطة، أي ست جلطة على طول مستشفى. ليه؟ لأن بتبقى الست راجعة من الشغل وبتروق البيت وبتطبخ للولاد وبتشوف اللي عنده تاني يوم امتحان وبتشوف اللي فهي بتيجي في عوالم كمان مش عالم واحد، فتلاقيه هو بكل بساطة كل هدوء كل سذاجة اللي هو أمال أنت كنت بتعملي إيه طول النهار؟ يا حبيب قلبي تعالى طب اقعد معايا شوف أنا بعمل إيه طول النهار. فتلاقي الست حتى لو هي بتتكلم كويس تلاقيها اتقلبت وتعصبت والخناقة قامت والعركة دارت على أول سؤال، أمال أنت كنت بتعملي إيه هانم طول النهار؟ طيب النهاردة بقى عايزين نعرف إزاي هنحافظ على الهدوء في العلاقات ونخفف بقى الشد والجذب، ويعني ليه سؤال واحد ممكن يوصلني لطلاق؟ على فكرة سؤال واحد ممكن يعلى شد وجذب وانت خلاص البيت كله ولع.